السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا مرحبا فيكم أينما كنتم مشاهدين الكرام وبرنامج وقفات. ولكن اسمحوا لنا بداية أن نرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشيخ محمد حسن الشمري الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم شيخ محمد وحياك الله وسهلا مبارك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو دخيل. حياك الله بالإيمان وطاعة الرحمن. وقفتنا القادمة مع سورة الغاشية، من أين نبدأ؟ بعلامة استفهام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الغاشية من السور المكية العظيمة. سورة الغاشية لو تأملنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الجمعة وفي الأعياد بسورة الأعلى والغاشية. المفروض أن الإنسان لما يعلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار يعني هاتين السورتين يسأل نفسه لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين. فثمة مغزى، ثمة معاني ينبغي أن نلتفت إلى هذه السورة العظيمة. الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، ومن المعلوم أن في القرآن ورد اسم القيامة أكثر من 23 مرة، والعرب إذا أرادت أن تعظم شيئا أكثرت من أسمائه، فلعظمة يوم القيامة أكثر الله من أسمائه، منها سورة الغاشية. الله جل وعلا يقول هل أتاك حديث الغاشية، استفهام للتقرير، يعني قد أتاك حديث الغاشية. حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية قال نعم أتاني نعم أتاني، وإن كان في إسناده ضعف، لكن هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. وصف الله وجوه بأنها خاشعة ذليلة، لما كانت بهذا الوصف؟ رأت ما يسوءها يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي عاملة ناصبة في العذاب يوم القيامة. وبعض أهل العلم يرى أنها عملت في الدنيا عمل بالمعاصي والبدع وعمل ما يرضاه الله جل وعلا، ثم نصبت إلى النار يوم القيامة، عاملة ناصبة. لذلك ابن عباس قال في تفسيرها اليهود والنصارى. اليهود عندهم علم لكن ما عندهم عمل، النصارى عندهم عمل لكن على ضلالة وعلى غير هدى. فالإنسان في الدنيا ما يعني ينبغي أن يعمل يخلص العبادة لله، والشرط الثاني لقبول العبادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا يعني عدنا إلى سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى بإجماع المفسرين هؤلاء عندهم العلم لكن لا يعملون، وأولئك ذاك يقول لسفيان الثوري من فسد من علمائنا كان شبيها باليهود، ومن فسد من عبادنا كان شبيها بالنصارى. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذه الوجوه تشوى وتصلى النار، نار ما وصفها حامية شديدة الحرارة لا يحتمل حرها، تسقى من عين آنية، هذه العين أيضا شديدة الحرارة. لذلك وصف القرآن عجيب. القرآن يعني العذاب عذاب داخلي وعذاب خارجي. العذاب الداخلي أهل النار يعطشون، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. طيب هذا اللي بيشرب حين يمسك بالإناء ويقربه من وجهه جلدة الوجه من الحرارة تسقط في الإناء. قال الله جل وعلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى، جلدة الوجه، فعذاب يعني والله مخيف. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. سيجوعون ويبحثون عن الطعام. نحن في الدنيا إن أكلنا الطعام تلذذنا به، هم يأكلون الطعام يعني ضريع كله هو شجر لا يوجد أخبث منه ولا أبشع منه ولا أشد عذابا منه. حين يؤكل لا يشبع، حين يؤكل لا يدفع به الجوع بل يزداد عذاب، مو نفس عذاب. ليس هذا مثل مقصود بالضريع. هذا مقصود بالضريع، إنما هو نبات بشع خبيث لا يندفع به جوع ولا يحصل به مقصود، لا فائدة منه. ليس لهم طعام، إذا هذا الطعام
والحميم سقوا ماء حميم، هذا الطعام وهذا الشراب، نسأل الله السلامة والعافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. القرآن سمي مثاني، معنى مثاني يذكر الله فيه أصحاب النعيم ثم يذكر الله جل وعلا أصحاب الجحيم، يذكر الله فيه أصحاب اليمين يذكر الله ثم يذكر الله جل وعلا فيه أصحاب الشمال. هنا يصف الله الوجوه الذليلة المعذبة، ثم ينتقل يصف الوجوه المنعمة، الوجوه التي يحبها، نسأل الله أن نكون منها. لذلك الله جل وعلا يصف الوجوه أنها بيضاء مسفرة ناضرة ناعمة. ولما يعبر دائما عن الوجه؟ يعني هذا السؤال اللي يفرض نفسه، ليش الله يذكر الوجه دائما 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 ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ اسمع الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وبرنامج وقفات، وضيفنا وضيفكم الشيخ محمد حسن الشمري الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حياك الله مجددا شيخ محمد. الله يحييك يا أبو دخي. ما زال حديثنا مع هذه الوقفات مع سورة الغاشية، ووصلنا إلى هذه الوجوه الناظرة في هذه الآية، وكان هناك تساؤل لماذا دائما نصف الوجوه لا بد من مغزى إلهي في القرآن الكريم؟ لذلك ذكر أهل العلم أن الوجوه تنبئ عن حال أصحابها. نحن في الدنيا نقول فلان وجهه اليوم مستانس، تعبان مستانس، فلان وجهه اليوم مهموم، يعني نعرف الشخص من علامة الوجه. كذلك في الآخرة يبان أشحال الشخص من وجهه. لذلك صفة الوجوه المنعمة، الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. اسمح لي بوظف المشاهد اللي يشوفها أمام ضيفي، سبحان الله، وهذا الإعجاز وهذه الفطرة البشرية. دعني أجتهد الشيخ محمد حتى تؤكد أو تقومني في حال الإعجاز. للمشاهدات اللي يشوفها، حتى الآيات اللي فيها رحمة ونور لما تقولها تكون مبتسم وتترك أثر في وجهك. صحيح. الآيات اللي فيها عذاب يعبس الإنسان، سبحان الله، هذا تأكيدا للمؤكد اللي تفضلت فيه. فالقرآن مليء بهذا الوصف، وصف الوجوه، وجوه يومئذ كما في هذه الآية، وجوه يومئذ ناعمة منعمة، أثر النعيم ظاهر عليها لسعيها راضية. الله جل وعلا يرضي عباده المؤمنين، يأتون يوم القيامة وهم راضون عن ربهم وراضون عن مكافأة ربهم وراضون عن ما أعده الله لهم. لذلك أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله جل وعلا، ما يريدون شيء إلا رؤية ربهم. لذلك أعظم عذاب للكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما ينال شرف رؤية الله جل وعلا كما يراه عباده وأولياؤه وأصفياؤه. لسعيها راضية في جنة عالية، وصف الله الجنة بالعلو عكس النار ذات سفال ودركات، والجنة درجات. لسعيها راضية في جنة عالية، لا ما مجالس الجنة، قال لا تسمع فيها لاغية. يعني نحن مرات نذهب إلى بعض المجالس وبعض الدواوين تسمع لك كلمة تغثك أو تسمع كلمة ما تجوز لك. اللغو هنا يشمل الكلام، ليس فقط الكلام القبيح والمؤذي، لا، حتى الكلام الذي لا فائدة منه ما تسمعه في الجنة. لذلك أتى في الآيات الأخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وغيرها من الآيات. قال جل وعلا لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. عيون الجنة ميزتها أنها تجري متجددة، ليس كعيون الدنيا راكدة لا تتحرك مع الوقت، أقرب إلى النهر، مع الوقت يصبح الماء آسن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، لكن وصف مياه الجنة وعيونها أنها متجددة. قال الله جل وعلا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. وصفت السرر بالارتفاع، والفرش ذات السماكة كما ورد في الآثار، إذا أراد أهل الجنة أن يصعد إلى سريره يعني السرير ينزل له،
كما في قطف ثمار الجنة الأثار، يعني فعلا كما قال الأثر القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك الله جل وعلا يقول بعدها في سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الأكواب معدة في كل مكان، يشربون متى شاءوا وكيف شاءوا. الوسائط اللي أعدها الله جل وعلا التي هي أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائط، يعني اللي يحزن في الدنيا ما يجلسون له، يعني على المتكأ في الجنة تبشر، مبثوثة في كل مكان. وزرابي مبثوثة هي البسط، هذا كله من نعيم مجالس الجنة. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر حال الأشقياء والسعداء مذكرا كفار قريش بالنعم التي أنعمها الله عليهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه نعم أنعم الله، نعم محسوسة، وبدأ بالإبل لأنها أغلى ما يملكون. حمر النعم، حمر النعم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان ودي أن أكمل لكن لضيق الوقت، لكن ينبغي أن ننبه الأخوة المشاهدين أن هذه السور العظيمة ينبغي أن نتدبرها ونتدارسها. والحمد لله اليوتيوب مليء بالمشايخ والمفسرين، ونقص يعني أخبار هذه السور وهذه الآيات على أبنائنا. نعم، شكرا جزيلا للشيخ محمد حسن شاملي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يعني فضلا وليس أمرا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تسمح لي تكون وقفتنا القادمة لعظمة هذه الآية أسوة بالقرآن الكريم بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا للختام، وفي الختام لم يبقى إلا السلام. دمتم في حفظ الله ورعايته، فما الله.